نصب واحتيال من نوع آخر. موظف في إحدى دوائر العاصمة بغداد قرر أن يختلس مبلغا ماليا كبيرا من الدائرة التي يعمل بها بحجة أنه بحاجة إلى المال. الغريب أن طريقته بالاختلاس تمت وفق إجراءات وسياقات أصولية قانونية بذكاء لا يخطر على ذهن بشر. كيف؟ نتعرف على تفاصيل القصة وما جاء فيها. اليوم المتهم حضر المكتب الصالح لمكافحة الإجرام، يدعي أنه تعرض لحادث تسريب وأنه مستلم سلفة تشغيلية من الدائرة اللي هو منتسب لها على أثر ادعاء مباشرة المفارز الخارجة للواجب بأمر الضابط الخطر. وبعد الوصول لمحل الحادث تحديدا بمنطقة محلة الذهب وبصحبة المتهم اللي كان بصفة المشتكي بوقت الحادث آنذاك، بعد التحري وجمع المعلومات تبين أنه نهائيا ما داخل بهاي المنطقة ونهائيا ماكو هيج حادث. وبعد الاستفسار منه اتضح أنه هاي الأموال اللي هي عبارة عن سلف تشغيلية مودعة إلى بذمته بغية إدامة مشاريع للدائرة اللي هو ينتسب لها مختلسها، والمبلغ 25 مليون. وبأمر السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المحترم تم توقيفه وفق أحكام المادة 315، وحالياً راح نفتهم التفاصيل من المتهم. احكي لي تفاصيل الحادث. السلفة استلمتها 25 مليون ملزم تسديدها خلال موعد محدد. أنا طلبتها السلفة كنت محتاجة فلوس. زين. وراها أنا ما أقدر أسدد ال 25 مليون خلال هاي الفترة. رحت أشتكي بالمكتب المكافحة. زين، صار مرتب في المكتب المكافحة. هنا تبين انه ما كل حادث تسليف في المنطقة اللي اشتكيت فيها. الغاية الرئيسية من الاخبار انه ما خاطر الدائرة لسه علينا مجلس تحقيقي بهذا الموضوع. فاضطريت انه ابلغ. اذا الموظف اللص بعد ان سحب من دائرته سلفة تشغيلية بقيمة 25 مليون دينار بشرط تسديدها بمدة زمنية حددت له، هنا خطرت في فكره وفي عقله فكرة التملص من التسديد والكذب، فاتجه نحو مكافحة إجرام بغداد وقدم بلاغا كاذبا بأن السلفة قد سرقت منه. وبعد متابعة وتحرر من القوات الأمنية تبين أنه لا يوجد أي سرقة تعرض لها. البلاغ غير صحيح، وما حدث مجرد لعبة وتخطيط مسبق من قبل الموظف ليتهرب من التسديد، وعلى إثرها زج به في السجن وفق المادة القانونية 315. إذن الحكاية هذه وما أن كشفت عنها مديرية إجرام بغداد حتى لاقت صدى وانتشارا بين الناشطين المدونين أيضا علقوا على ما حدث. نبدأ مع تلك التعليقات مع مصطفى. يقول مصطفى في تعليقه: بارك الله بجهودكم، أو مشتاق عفوا، يقول مشتاق في تعليقه: بارك الله بجهودكم، ومبين جديد على الشغلة، وسبحان الله حبل الكذب قصير والحرام أبدا ما يدوم. هناك أيضا تعليق من المادة، التعليق من حيدر، يقول حيدر في تعليقه: المادة 315 يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة في حيازته، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت. هاي العالم تخبلت، شنو هاي الأفكار؟ منين قاعد يجيبوها؟ بارك الله بجهودكم، مكافحة إجرام بغداد. تعليق من علي العبيدي يقول في تعليقه: أبطال يراد تنظفون دوائر الضريبة والطابوا من الموظفين المرتشين، لأن الرشوة والاختلاس عيني عينك. هناك أيضا تعليق آخر، وهذا التعليق من آمنة محمد: حتى ما يسوى المبلغ على شنو؟ آمنة أحمد تقول: حتى ما يسوى المبلغ على شنو دا تختلس؟ بس مبين ما مسنود شان طلع منها ناس سرقت مليارات وما حد حاسبها. يا ريت لو تحاسبون كبار الفاسدين اللي نهبوا خيرات البلد، ايش عجب ذولاك ما يطبق عليهم القانون. بحر الجبوري يقول في تعليقه: عيش بالحيلة وموت بالفقور، الغش والاختلاس والتلاعب ما يفيد، الله بالمرصاد، أموال الشعب. لا بارك الله فيكم يا سراق، دي الله شنو اللي استفدت؟ خسرت سمعتك ووظيفتك ورضى ربك على موت شنفلس، وبالأخير تهنيت لأن الحرام مصير السجن.